Bonsoir à tous nos amis du programme Les langues du monde. أهلاً وسهلاً بكل أصدقاء برنامجنا برنامج لغات العالم. Quoi de neuf et l'akhbar? Comment vont les vacances? الأجازة أخبارها إيه معاكم؟ طيب يا رب تكونوا اتبسطتوا واتفسحتوا وعملتوا كل اللي نفسكم فيه. إحنا تماشياً مع جو الأجازات جايين النهاردة نعمل لكم حاجة لطيفة. جايين نعمل petite histoire، قصة صغيرة بالفرنسي. نتمنى ان انتوا تتبسطوا معانا. النهاردة قصتنا هتبقى de la nature، قصتنا جاية من الطبيعة. هنعرف كل اصحابنا في كل مكان شوية حاجات ممكن تبقى يعني هما ما عندهمش خلفية بيها باسمائها، مثلا زي اسماء الانسكت، اسماء الحشرات، او يعني الطبيعة بتاعتهم عاملة ازاي. On va commencer ensemble. نبدأ مع بعض النهاردة notre petite histoire. الhistoire بتاعتنا اسمها La maison de l'escargot. La maison de l'escargot يعني منزل ايه بقى الاسكارجو. الاسكارجو هو زي ما انتم شايفين على الشاشة قدامكم الحيوان الصغير ده. كاسكو سي يا ترى؟ هو عبارة عن ايه؟ هل شفتوه قبل كده؟ هل دي أول مرة؟ هل شفناه في كرتون؟ ولا دي سي لا بريمير فوا، دي أول مرة ليكو؟ الإسكارجو اللي هو حيوان الحلزون. ممكن يكون في ناس كتيرة قوي ما تعرفوش أو ما شافتوش لايف، ما شافتوش على الطبيعة. داكور؟ طيب إحنا هنعرفكوا عليه النهاردة إن شاء الله. فلا ميزون دو الإسكارجو، المنزل بتاع الإسكارجو. ايه بقى الحدوتة؟ ايه الاستوار بتاع منزل الاسكارجو؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي il était une fois. il était une fois يعني كان يا مكان. un pauvre escargot. escargot اتفقنا اللي هو حيوان الحلزون. كلمة pauvre هنا مفروض ان هي ليها كذا sens او كذا معنى. pauvre يعني فقير، او pauvre يعني غلبان شوية. فهنا اكيد مش هيبقى فقير، بس طالما هو حيوان صغير ف وبلا حول ولا قوه فهنفترض فيه ان هو غلبان. ف il était une fois un pauvre escargot. كان في زمان، كان يا مكان، مره زمان حيوان حلزون غلبان. qui souffrait beaucoup à chaque fois. qui souffrait، souffrait جايه من verb souffrir. souffrir يعني كان بيعاني، كان عنده معاناة. المعاناة دي ما كانتش صغيرة، لأن في كلمة بكو، بكو يعني كتير، يعني كان بيعاني كثيرا. أشاك فوا، كلمة شاك فوا يعني كل مرة. أشاك فوا يعني كان بيعاني جدا كل مرة. كيل بارتي، بارتي هنا فيرب بارتير، بارتير يعني يرحل أو يسافر، يغادر. داكور؟ كيل بارتي أن روندوني. سي كوا لا روندوني؟ يعني إيه روندوني؟ روندوني ممكن تبقى تمشية. بننزل مثلا، ينزل يتمشى هو واصحابه، تمام، بيمشوا شويه مسافات طويله شويه. فكي بارتي ان روندوني. طب يا ترى ايه سبب السوفرانس بتاعته؟ ايه سبب المعاناه بتاعته؟ هنبدا نفهم. كار هنا الكار يعني لان او علشان، بتيجي علشان تشرح لي ايه السبب. كار il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. السبب هنا الريزون بتاعت السوفرانس بتاعت لو بيتي اسكارجو كان ان هو مش قادر يعمل سويفر. سويفر يعني يتبع، يلي، يمشي على الريتم اللي هو الستيل او النظام او الاسلوب اللي كان ماشي بيه سي كومبانيون، يعني صحابه، جايه من فيرب اكومبانيي اللي هم ماشيين مع بعض، الاصدقاء بتوعه او مرافقين بتوعه في الغوندوني دي. يبقى دي البدايه بتاعتي. كان بيقول لي ان كان يا مكان، ها، ان اسكارجو غلبان كان عنده معاناه ان هو يمشي مع رفقاء بتوعه علشان مش قادر يمشي على نفس الريتم بتاعهم. طب تعالى نشوف ايه الريتم بتاعهم. قبل ما نشوف ايه الريتم بتاعهم تعالى كده نشوف سي كوا سيت فوتو، ايه الصورة دي؟ دي صورة من الطبيعة
شوية الحيوانات بس من الفصيلة بتاعت الأنسكت اللي هي الحشرات اللي احنا ممكن هنتعرض لها في القصة بتاعتنا النهاردة. عندنا حاجات جديدة خالص زي الحيوان الصغنطة دي أو الحشراية الصغيرة اللي ليها رجلين كتيرة قوي، هنعرف اسمها ايه بالفرنسي. عندي في حشرة بنعرفها بالمصري بالخنفسة، هنشوف ايه شكلها. عارفين شكل الخنفسة؟ اعتقد كتير قوي من صحابنا معرفوش شكل الخنفسة ولا طبعا اسمها بالفرنسي. هنتعرف على ده النهاردة. طبعا عندي بلانت شوية نباتات، عندي دفلر، عندي زهور، وعندي كمان سوري. السوري يعني الفار واقف بيتفرج على بقية الحشرات وهي مستمتعة بالناتشور بالطبيعة. داكور؟ نرجع للقصة بتاعتنا ونشوف سبب السوفرانس، سبب المعاناة بتاعت لو بوفر اسكارجو. كان بيبدأ يشرح لي ان هو مش قادر يمشي على الريتم او النظام او الاسلوب اللي بيتبعه الكومبانيون بتوعه، مرافقينه او صحابه اللي ماشيين معاه في الغوندوني. لا كاسينيل، دي ايه لا كاسينيل؟ سي كوا لا كاسينيل اللي انا لسه قايله لكم حالا، اللي هي الخنفسه. تمام، هنشوف كمان شويه صوره ليها. لا كاسينيل اتي توسي رابيد كون سوري. الكاسينيل الخنفسه اللي انت شايفها صغيره دي بالنسبه لاسكارجو كانت بتجري رابيد يعني بسرعه جدا زي اون سوري زي الفار. يعني هو متخيل او بالنسبه له ان الكاسينال اللي هي الحشره الخنفسه الصغننه دي في سرعتها بتماثل الفأر. داكو ولميل بات، لميل بات اللي هي كانت شكل الحشره اللي هي كان لونها اصفر اللي ليها رجول كتير قوي اللي كانت قاعده على العشب في الصوره اللي فاتت. لميل بات افيك سي ميل بات، برجله كتير قوي، هم عنده رجول كتير جدا فسموه الالف رجل. داكو ignorer la fatigue، ignorer la fatigue يعني ممكن تقول la fatigue هنا يعني الارهاق او التعب، فignorer يعني ما بيعترفش بيهم، ما بيتعبش، هو يعني تمام صحته حلوه فما بيتعبش مش بيعترف بالارهاق يعني. le scarabée prenez même le temps de faire des escapades vers les fleurs. اسكابي ايه الاسكارابي؟ اسكارابي برضو عبارة تقريبا عن يعني ممكن نقولها بالعربي برضو قريب من نوع من انواع الخنافس. داكار بس تلاقيه اسود كده شوية. في مقولة اخرى تاريخيا بالفرعوني كانت نوع من انواع الجعران. داكار فالاسكارابي اللي هي الخنفسة الاسودة الكبيرة دي هو كان تقريبا بيسبقهم لدرجة ان هو كان بياخد prenez le verbe prendre، بياخد طن بياخد وقت ان هو يعمل faire des escapades vers les fleurs. يعني هو سبقهم وراح كمان علشان يعمل ايه؟ يعني ياخد من رحيق الزهور، يقف على كل وردة وياخد منها عطر، ياخد منها رحيق. دكار واضح ان يعيني اسكارجو بتاعنا كان هو الغلبان فعلا بتاع الرحلة دي لانه مش قادر يواكبهم، مش قادر يمشي زيهم، مش قادر يمشي في سرعتهم. عندنا الكاسينال اللي هي الخنفسة اللي فيها اسود في احمر كانت بتجري سرعتها بالنسبة له فظيعة بتماثل الفار، وكان الميل بات اللي هو الحيوان اللي عنده رجول كتير ما بيعترفش لا بتعب ولا بيقف يريح شوية، وكان الاسكارابي اللي هي الخنفسة الكبيرة السودة بتسبقهم وبتروح كمان تطلع تتسلق الزهور وتاخد من راحتها وتستمتع. داكور؟ طيب ده كده صورة للكوسينال. كوسينال ده انو فيمينان، اسم مؤنث. الخنفساء دي اسم مؤنث، وزي ما انت شايف طبعا في الكرتون بتبقى شكل الحاجة لذيذة جدا وشكلها لطيف. هي كائن احمر ومنقط بالاسود وعنده مفروض 6 رجول. داكار دي كده لاكوسينال. دي لميل بات، لميل بات
زي الدودة مثلا، نوع من انواع الدود اللي عنده رجل كتير قوي 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 قوي، وممكن يبقى كمان كجسم طويل قوي شوية. ده اسمه لوميل بات، الحيوان ذو الالف رجل. داكو. وبعد كده عندي لوسكارابي. لوسكارابي دي خنفسه بس اسمها مذكر، وبتبقى اغلب الوقت برضو فيها احمر في اسود، ولما بتكبر شويه بتبقى اسود خالص. داكار. فده لوسكارابي. يبقى كده احنا اتعرفنا على شويه اسماء لشويه انسكت، حشرات جديده علينا خالص. ونطلع فاصل ونرجع نكمل الحدوته بتاعتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعلشان صحابنا اللي ما تابعوناش من اول الحلقه بتاعتنا النهارده جايين نحكي لكم حدوته. النهارده حدوتتنا اسمها لا ميزون دو ليسكارجو، منزل الحلزون. داكو. نعمل بتيت ريزومي، نعمل ملخص سريع. قلنا ايه؟ il était une fois، كان يا ما كان، un pauvre escargot، يعني حيوان حلزون غلبان، كي سوفري بوكو، كان بيعاني جدا، à chaque fois، في كل مره، كي بارتي ان randonnée، في كل مره كان بيخرج فيها مع اصحابه عشان يتمشوا، car il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons، لان هو كان بيجد صعوبه كبيره جدا ان هو يتوافق مع نظام الكومبانيون بتوعه او اصدقائه. داكور. وجبنا لكم صوره من الناتور عشان تعرفكم مين ابطال القصه بتاعتنا النهارده. هتلاقي من ضمن الصور عندي الكاسينيل، وعندي لوميل بات، وعندي اون سوري، وسكارابي كمان، مع دي بلانت ودي فلور، يعني ازهار نباتات. عندي الخنفسه الصغيره المؤنثه لا كاسينيل، وعندي خنفسه اخرى مذكره لسكارابي، وعندي لوميل بات اللي هي الدوده اللي ليها رجول كتير، وعندي كمان اون سوري فقر. داكا. مع طبعا البطل بتاعنا اللي هو لسكاكو. هنبدأ هنا نتعرف على سبب السوفرانس بتاعة البافر سكارجو. ليه يا ترى كان بيعاني؟ قال لي عشان لا كاسينيل اتي اوسي رابيد كون سوري. الكاسينيل اللي هي الخنفسه الصغننه بتجري بسرعه جدا زي الفار، ولو ميل بات افيك سي ميل بات اينيوري لا فاتيج، والدوده اللي عندها رجول كتيره قوي فمش بتحس باي تعب، ولو سكارابي prenez même le temps de faire des escapades vers les fleurs. والسكارابي اللي هو الخنفسه الولد كان بيجري بسرعه جدا لدرجه ان هو كمان بيتسلق الزهور علشان ياخد من رحاقها. داكو. وجبنا شويه صور لطيفه عشان تشوفوا ابطال القصه بتاعتنا كانهم لايف. دي الخنفسه المؤنثه اسمها لاكاسينيل، ودي لو ميل بات الدوده بفرنساوي اللي ليها الكائن الطويل اللي له رجول كتير اسمه لو ميل بات، والخنفسه المذكره اسمها لو سكارابي، الولد اسمه لو سكارابي. داكور. نكمل بقى مع بعض القصه بتاعتنا. بيقول لي Le pauvre petit escargot, lui, peinait, soufflait, transpirait, tout seul et loin dernière. يا نهار ابيض. يعني هو يعني المفروض ان هو ماشي، احنا ماشيين مع بعض كاصحاب، المفروض نمشي مع بعض، ما حدش يسبق حد وكله يحترم قدرات الاخرين، تمام؟ فهو كان بني وكان سوفلي وكان ترانسبيري تو سول، يعني بيحاول بس بيعاني، ماشي بالراحة، بيتزحلق، تحس انه بيتزحلق مش ماشي ثابت كده،
وهو الوحيد اللي لوحده خالص، الوان بعيد ودريار يعني في الخلف، يعني في الاخير خالص اخر الصف. abandonné par les autres، كلمه abandonné دي كلمه صعبه قوي. abandonné يعني مهجور، يعني اتهجر من صحابه، يعني تحس ان هو بقى لوحده خالص في الدنيا. هو ماشي بمجموعه من الرفقاء او من الصحاب، بعد كده كل واحد بدا يشق طريقه ويسبقه لحد ما بقى هو الاخير، وفضل يتاخر 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 لدرجه ان هو بقى الوحيد والمهجور ولوحده خالص. les autres qui n'avaient plus la patience de l'attendre. هنا المشكله ان التانيين شايفين، حاسين بتفوقهم، حاسين ان هم شاطرين وبيجروا بسرعه، فليه ما اقبلش انا الاول؟ فكانهم داخلين سبق، مش رايحين روندوني، رايحين يتفسحوا مع بعض، كل واحد بيثبت جداره وشطاره. فكله فكر في نفسه، فكر ان هو يطلع الاول، وسابه يا عيني البوفر سكارجو فضل لوحده ويحس بخيبه شويه، ويحس ان هو فاشل شويه، ويحس ان هو مش ناجح خالص لانه هجروه سابوه لوحده. داكو، عشان ما كانش عندهم الباسيونس، كانش عندهم الصبر ان هم ينتظروا. ايه رايكم؟ ينفع كده؟ ينفع نسيب صحابنا كده؟ ينفع نبقى ماشيين مع بعضينا وخارجين مع بعض وبعد كده كل واحد ينطلق كده، والضعيف شويه او اللي عنده فان فاب، اللي عنده نقطه ضعف معينه، نسيبه كده مهجور؟ فكروا فيها كده ونتكلم. Quand le petit escargot parvenait enfin à rejoindre le groupe, quand هنا يعني عندما، الناس طبعا درست فرنسي عارفه ان الكون ليها معنى استفهامي بمعنى متى، بسال بيها عن الزمن. بس هنا لما اكون بحكي حدوته او بحكي حكايه، فهنا الكون بتيجي خبريه، بتيجي عادي المصري او بالعربي اسمها عندما او حينما. داكو، فهنا quand le petit escargot، عندما كان البيتيس كارجو، او لما لو بيتيس كارجو بارفوني، بارفوني ده فيرب بارفونير يعني اخيرا، يعني قدر ان هو يوصل، رجواندر يعني يوصل ويجتمع بالجروب، بالمجموعه اللي خرج بيها كاصحاب مع بعض، يبقى اخيرا لما وصل لهم. لي زوتر بيتيت بيت، قطر طبعا يعني الاخرين، وبيتيت بيت كلمه بيت هنا يعني حيوانات صغيره، حشرات صغيره. سيتي ديجا بيان روبوزي، يعني هو لما قدر ان هو يحصلهم، وطبعا جاي على نفسه مرهق جدا، ان هو بيحاول ان هو يعني يبذل كل مجهوده علشان يوصل للجروب. كانوا طبعا هم سبقوه من كتير، وكانوا قعدوا واستريحوا وتمام جدا، وممكن كمان يكونوا بيستعدوا علشان يرجعوا. تمام. طيب حصل ايه بقى؟ حصل ان لي زوتر بيتيت بات، زي ما قلنا الحيوانات الصغيره، سيتي ديجا بيان روبوزي، كانوا استريحوا، وافي بيان مانجي، واكلوا كويس قوي، اي ابخي زافوار بيان جوي، وكمان لعبوا مع بعض. هما بالنسبه لهم هما خارجين يتفسحوا، فلما يعني كل واحد في دماغه تقريبا خطه الاستمتاع بالفسحه كانت مختلفه خالص، اللي جري واللي سبق واللي راح استمتع مع الزهور واللي ريح شوية واللي أكل كويس قوي وقعدوا كمان يلعبوا، وهو يعني كل ده لسه بيحاول ان هو يعمل مجهود عشان يوصل له. فتخيل عقبال ما وصل لهم لقاهم عملوا كل حاجة ممكن تتعمل، أكل، راحة، لعب. لو انت مكان لبيتي سكارجو هتحس بإيه؟ تعال نكمل كده نشوف بعد خيبه الامل اللي حصلت يا عيني لبوتيس كارجو حصل ايه. اي كام ان يافي بلو دو بلاس، وبما ان ما بقاش فيه اي مكان، ف لو بوتيس كارجو دوفي كوشي على بال اتوال. البوتيس كارجو هو تعبان جدا وخلاص الدنيا بقت بالليل، فهو لوحده هينام في الطبيعه، يعني هو والسماء. devait coucher à la belle étoile، يعني هيبدأ لازم هينام في
يعتبر ايه السماء والنجوم وطبعا الارض، وتقريبا هيبقى لوحده. يعني من الاخر هم عقبال ما هو وصل لهم لقاهم كلوا وشربوا ولعبوا وعملوا كل حاجة، واكيد كل واحد روح علشان ينام في بيته، فهو اضطر ان هو هيبات لوحده، هيبات في الطل كده من غير ما يقدر يروح، لان خلاص الدنيا بقت بالليل وممكن مش هيعرف يروح لوحده، غير ان هو تعبان طبعا طول الرحلة، ما اكلش ما استريحش، كل ده بيحاول ان هو يوصل. دكار هما اكيد سابوه ورجعوا. تعالى بقى ما نشوف ايه اللي حصل بعد كده. مي شاك ماتان اوف ستيني il reprenait la route espérant toujours rattraper ses amis. الماتان طبعا الصبح، تاني يوم الصبح لما صحي ما حاولش ان هو يلعب او يستمتع، او حاول على طول ان هو فكر ان هو يبدأ ياخد روت، يعني يبدأ ياخد الطريق بتاع الرجوع عشان يلحق صحابه. دكار احنا هنتوقف لحد هنا في القصة، وان شاء الله نكملها المرة الجاية. ميرسي بو فوتر اتانسيون و بونجور.